عن رشا الصيادة اللي عايشة في زي الرجال لكنها نموذج للمرأة المعيلة. رشا سيدة فوق الثلاثين من عمرها، لا تمتلك سوى قارب صيد صغير تورثته عن أجدادها، وساعدين قويين تقبض بهما على شبكتها في رحلة شبه يومية للبحث عن لقمة العيش بعد أن توفي زوجها تاركاً لها طفلين. بقت تعرفها بنفسها وحكايتها ويومها. بصطاد بقالي 15 سنة أو أكتر، جوزي توفى وساب لي جوز عيال، مسؤولية تقيلة علي. الراجل ما يقدرش يعني ايه اكل ولد او بنت، انا باكل جوز عيال، بجري عليهم، بكافح واجاهد واجري طول اليوم في شمس او كان حر او كان ايام الشتاء في برد، بجري وبتحمل ده كليته عشان خاطر برضك ان انا اوفر لاولادي الاكل والشرب. لا يهمها برودة الجو ولا حرارة اشعة الشمس، هذا ما اكدته بشرتها وهيئتها بعد ان قررت إخفاء ملامح أنوثتها. بقت الصعاب اللي بتواجهها ملابس الرجال. أنا حابة الصيادة، بحبها مش بكرهها، أنا بحبها لأن أنا أصلاً ورثاها، بحب الصيادة بصطاد، وبحب إن أنا أجاهد وكافح، وأحب إن أنا برضك أغامر في الصيادة، بحب المغامرات. الصيد علمني ان انا ابقى قلبي جامد، انزل بقلب جامد، ما اخافش واشتغل ما يهمنيش، واتحمل الجوع والعطش والصبر، لان الصياده بتعلم الصبر، يوم ما نجيب يوم ما نجيبش، الواحد بيصبر. علمتني الصبر الصياده. بضع من الاسماك تعود بها الى طفليها هو اقصى سعادتها، وكانها اوتيت رزق يومها. وعلى الرغم من الصعاب التي تحيط بها، فإنها ما زالت تحلم بمستقبل أفضل. نفسي ولادي يتعلموا وكويسين زي الناس، ونفسي يبقى لي تروسيكل أجري عليه، وبرضو كحمل على المركب واصطاد عليه واجري عليه، وأي مساعدة لي أنا وولادي عشان بس نعيش مرتاحين زي أي حاجة. بكل الهمة والإرادة القوية تضرب رشا مثالاً في الكفاح ونموذجاً للمرأة المصرية المعيلة.